في عقدها السادس اختطف مرض السرطان الخبيث منها الزوج والأخت، وعانت منه لسنوات قبل أن تشفى منه. إنها السيدة خديجة التي باتت تعرف بالمغرب بأم خديجة. فتحت باب منزلها المكون من أربع طبقات للنساء المصابات بمرض السرطان، يأتين للعاصمة الرباط من مدن بعيدة جدا بهدف تلقي العلاج من خلال حصص يومية للأشعة تتطلب مشاق معنوية ومادية، والمكوث في الرباط لمدة طويلة قد تصل إلى الشهرين. فآوتهم وأطعمتهم بالمجان، وما تزال من دون أن تعول على أي جهة مانحة، إن كانت رسمية أو غيرها أو أيضا خاصة. كريم القرقوري معه التفاصيل. بالرغم من أميتها وإمكانياتها المحدودة، إلا أنها تمكنت من إحداث فارق في حياة الكثيرات. أمي خديجة سيدة في عقدها السادس، نجحت في تحويل بيتها البسيط الكائن وسط الرباط إلى فندق يأوي النساء المصابات بمرض السرطان، المنحدرات من أسر مغمزة ومناطق بعيدة بالمغرب، يأتين إلى الرباط بهدف العلاج. علاج يأخذ منهن وقتا طويلا ومصاريف ومشاق لا يقدرن على تحملها. هاد الأم اللي فتحت البيت ديالها بالمجان، الناس اللي مرض بالسرطان تيجيو المستشفى مولاي عبد الله، تيبقاو غرباء. فتحت لهم هذا البيت بعد الممات الزوج ديالي، فتحت لهم هذا البيت، الاكل والشراب التنقل المبيت كل شيء ان شاء الله الله يتقبل بالمجان. مبادرة أم خديجة التي تحولت حاليا إلى جمعية تحمل اسم جنات لإيواء مرضى السرطان انطلقت من السفر ودون تخطيط محدد. بدأت بدعوة تلقائية للنساء اللائي يجدن مأوى أثناء فترة علاجهن للإقامة بمنزلها، سرعان ما وجدت صدى كبيرا، صدى باتت معه تستقبل يوميا العشرات من النساء المصابات بالسرطان يقمن أياما طويلة بالمجان. جيت من الوزان، جيت كنتعالج في مولاي عبد الله، جيت لهاد الجمعية. الحاجة تبارك الله عليها، الله يحفظها، الله ييسر لها الأمور ديالها، كتهلا فينا، كتعامل معنا مزيان. الطريقة اللي كتستافد منها النزيلات في الأدوية، إلا كان الدواء يعني موجود بالنسبة لنا داخل الجمعية، تتاخذوا المريضة كيفما كان الثمن ديالو. في حالة ما أن الدواء موجود في الصيدلية غير موجود داخل الجمعية، كنضطروا أنها كنشريوه ليها، ولكن على أساس أن الوصفة الدوائية ديال السيدة ما تفوتش 500 درهم. وتبقى مبادرة أمي خديجة الخيرية أكبر نموذج للتحدي وفعل الخير، بعد تمكنها من التغلب على الأمية والفقر وتحقيق حلمها النبيل في تحويل منزلها البسيط إلى فندق يأوي النساء المكتويات بنار الداء الخبيث. السيدة خديجة ليست من أغنياء القوم، إنها سيدة بسيطة وإمكانياتها كذلك، لكنها غنية بأفكارها الفريدة في المغرب، أفكار خففت المعاناة على المئات من النساء اللواتي يعانين في الصمت بسبب قلة الإمكانات وآلام السرطان. كريم القرقوري، التلفزيون العربي، الرباط. ينضم إلينا مشاهدينا من الرباط السيد عبد الله الساسيوي الكاتب العام لجمعية جنات للحديث عن هذا الموضوع. أهلا بك سيد عبد الله. يعني كما تابعنا في التقرير، هو عمل إنساني وعمل يعني جميل ورائع، لكن الأكيد بأن عليكم ضغوطات كبيرة. أريد أن أسأل في البداية عن موضوع الأعداد، هل لديكم إحصائية عن نسبة هؤلاء أو من يأتي إلى هذا البيت يسكن، وأيضا عن موضوع التمويل؟ نعم، شكرا على الاستضافة. بالنسبة للجمعية تقوم تقريبا بإيواء ما يقارب 30 امرأة تأتي للرباط من أجل العلاج. بالنسبة للإيواء فهو يعني نوفر فيه المبيت والتغذية والتنقل. فيما يخص التموين فهو بشكل تام اعتمادنا على الله سبحانه وتعالى من بعد المحسنين.
لكن يعني سيد عبد الله، موضوع الأدوية وموضوع الوصفات الطبية كل هذا يحتاج أيضا إلى يمكن إلى مختصين، كيف يتم التعامل مع هؤلاء وخاصة بأن العدد ليس بالقليل، يعني تحدث عن 30؟ هل هناك ممرضين؟ هل هناك أخصائيين؟ بالنسبة للجمعية التي تتوفر على أخصائيين، نحن نتعامل مع وصفات طبية بالنسبة للنزيلات على أنها مدونة من طرف الأخصائيين بالمشفى. عندما تأتي السيدة إلى مقر الجمعية تمدنا بوصفتها الدوائية، هناك يعني صيدلية مصغرة داخل المقر، إذا توفر لنا الدواء مكتوب بوصفتها الطبية نمدها به على أساس أنه مكتوب في وصفتها الطبية التي كتبها لها الطبيب المختص. إذا لم يتوفر داخل المقر نقوم بشراء هذا الدواء بصيدلية خارجية نتعامل معها على أن تستفيد هذه السيدة مرة واحدة في الشهر، وألا تتجاوز هذه الوصفة الطبية 500 درهم شهريا. لما؟ لأن إمكانيات الجمعية لا يمكنها أن توفر جميع الاحتياجيات لهؤلاء السيدات، يعني مأكل ومسكن ويعني لإيوائهم لمدة كل هذه المدة، وأيضا هناك أدوية. لكن أريد أن أسأل عن نقطة، كيف استطعتم إقناع السلطات بأن يعني في هذه المبادرة الإيجابية بهذه الجمعية حتى تؤمن وتوفر لكم سيارة لنقل المرضى؟ وهل هناك مساعدة أخرى من من من, من السلطات المغربية؟ هو سيدة خديجة القرطي بحكم أنها كانت بذهابها ومجيئها من المشفى كانت ترى المعاناة التي تعانيها سيدات مريضة السرطان ودويهن، فقررت أن تفتح بيتها كمبادرة شخصية. فطلعت السلطات على أن هذا العمل يلزمه نظام، يلزمه إطار قانوني، فأمرها بتأسيس جمعية. كانت تأسيس بالشكل القانوني سنة 2009، وبعدها بمبادرة صاحب الجلالة نصر الله محمد السادس بإنشاء المبادرة الوطنية البشرية سنة 2005. الجمعية استفادت في إطار شراكة مع هذه المبادرة سنة 2012 بتوفير سيارة من أجل نقل هؤلاء السيدات من وإلى المشفى وتوفير بعض حاجيات المؤسسة. فيما يخص السلطات، أننا أقنعنا بأن هناك اطلاع رسمي من طرف السلطات على سير الخدمات، اطلاعها بالأنشطة الداخلية والخارجية التي تقوم بها الجمعية، والحمد لله يعني الأمور تسير من حسن إلى أحسن. طيب جميل. سيد عبد الله، أريد أن أسأل عن أمنياتكم، تطلعاتكم في المستقبل، وهل ممكن أن يكون هذه الجمعية أن تتوسع؟ هل ممكن أن تشمل مثلا المملكة ككل؟ بالنسبة لمؤتمرات الجمعية، الحمد لله هي لها أمنيات كبيرة. بحكم الصيت الذي لقته الجمعية قمنا بتنسيق مع المحسنين بكراء الملحقة بالقرب من المقر الرئيسي، حيث الأكل والشراب والاستقبال يكون بالمقر الرئيسي والإيواء يكون بالملحقة. لنا أمل أن يكون لهذا العمل الخيري صيت ويتم تأسيس وبناء مقر له كل المواصفات التي تؤهله أن يقوم بمهامه وتوفير كل مساعدين اجتماعيات وممرضات ولما لا طبيب لمراجعة وصفات هؤلاء النزيلات. ونتمنى حل كل المشكلات التي تواجهكم. شكرا جزيلا لك عبد الله ساسيوي الكاتب العام لجمعية جنات الرباط، كنت معنا من الرباط، شكرا جزيلا لك.